المهمات اللي وعدنا بيها بخصوص الانشاءات، وان شاء الله زي ما وعدنا الناس هننفذ الكلام ده باذن الله. في ناس كان بتقول انها احلام ما نقدرش نحققها، وانا عايز اقول صحيح ان برنامج النادي الاهلي، برنامج عائله الاهلي، هو فعلا حلم، بس حلم جميل. وزي ما كنت بقول دايما في الاهلي، لما تقدر تشوف حلمك وتخطط له كويس وتشتغل عليه كويس تقدر تحققه. ده النادي الاهلي يقدر يعمل الكلام ده. عشان كده مجلس اداره والمكتب التنفيذي في انعقاد مستمر طول الشهر ده. مش عايز اقول لحضراتكم كام جلسه مجلس اداره وكام جلسه مكتب تنفيذي. ده مسؤولياتنا ولازم نعمل كده، وبالذات في الفترة الأولى اللي احنا بنحاول فيها يعني نشوف الوضع اللي موجود ايه. احنا بندرس الموقف المالي والخطط التنفيذية المستقبلية ان شاء الله، عشان نقدر نحقق يعني الأحلام دي وتكون واقع يسعد كل عائلات الأهلي. وزي ما كنت دايما بقول، احنا بنبني على ما سبق، بنكمل بعض، جيل بيسلم جيل. من أول مجلس إدارة سنة 1907 وحتى او لغايه النهارده. حلمنا ما وقفش بس عند يعني البرنامج الاهلي. لا، حلمنا النادي الاهلي يكون عنده مشروع استثماري ينقل النادي الاهلي الى العالميه. مشروع يوفر للنادي الاهلي موارد ماليه يقدر بيها يحقق امال وطموحات محبيه من أعضائه وجماهيره. أنا النهاردة سعيد جدا، والأيام اللي أنا يعني الحقيقة فخور بيها جدا، إن أعلن لحضراتكم مشروع القرن للنادي الأهلي، استاد النادي الأهلي. اللي بنهدف الحقيقة من خلاله إنه يكون واحد من أفضل 10 استادات في العالم، إن ما كانش الأفضل. ومش بس استاد، لا، هو استاد رياضي عالمي ومجمع ترفيهي متكامل. أنا بشكركم جدا، وبترك بقى الأستاذ شريف يكمل. اتفضل يا شريف. شكرا. شكرا جزيلا كابتن محمود خطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على هذه الكلمة القصيرة والسريعة. أود فقط أن أنوه لحضراتكم أنه بعد كلمة الدكتور ركان الحارثي ستكون هناك فرصة لتلقي بعض الأسئلة من الزملاء الصحفيين الموجودين مكتوبة، يعني لضمان فقط الالتزام بالمشهد الحضاري الذي نحن عليه والتوقيت. أرجو من حضراتكم إذا رغب أي من السادة الصحفيين والمراسلين الموجودين أن يوجه للمنصة الكريمة سؤال أن يكتبه ويأتي به إلينا لنطرحه بعد أن يتفضل الدكتور ركان الحارثي ممثل مجموعة المستثمرين لمشروع القرن بإلقاء كلمته التي أدعوها للتفضل بإلقائها الآن. تفضل. أولا بسم